يعني هناك عدة قليلة من أزلام الحرس ما زال يؤمنون بأن النظام الإيراني هو يريد المواجهة مع إسرائيل ضمن الشعارات التي تعودوا عليها منذ 45 عاما، ولكن الآن هم يشعرون بالإحباط ويشعرون بحالة من الانخداع بأن هذا النظام خدعهم بهذه الطريقة. أنا أعتقد أن كما الآن نسمع تصريحات من بيزشكيان أو مسؤولين آخرين، قاموا يبررون عدم ردهم بالوعود الأمريكية التي وعدتهم وفقا ما قالوا بأن تقوم الولايات المتحدة بإيقاف الحرب في غزة، يعني يرمون الكرة الآن في الملعب الأمريكي حتى يبررون أنفسهم أمام الموالين. طبعا الشعب الإيراني يعرفهم جيدا بأن يقولون ولا يفعلون، ولكن الموالين الآن يطرحوا أسئلة حول هذه القضية. أنا بتقديري القضية هي أكبر من الاقتصاد المنهار في إيران، القضية ترجع إلى بقاء وعدم بقاء نظام الولي الفقيه، يعني هم يعرفون جيدا اذا واجهوا اسرائيل القضيه ربما تنتهي الى سقوط هذا النظام، لان الان ليس اسماعيل هنيه فقط يقتل في طهران وهناك قيادات تحت مرمى الموساد، علي خامنئي ايضا الان هو تحت مرمى الموساد الإسرائيلي ويحتاج فقط قرار سياسي من قبل نتنياهو، ولذلك هم يعرفون جيدا، ولكن منذ 45 عاما استغلوا القضية الفلسطينية في شعارتهم للتوسع في هل الشرق ستغير إذن الأوسط. من سياستها الأمنية إيران أستاذ حسن؟ يعني أحداث الأسبوعين الأخيرين إلى أي مدى يعني ستؤدي لإعادة تشكيل السياسة الأمنية الإيرانية التي يعني على مدى عقود كانت ترى يعني كما تعلم طهران بالجماعات المسلحة رادعا أساسيا رئيسيا لأي ضربة أو استهداف إسرائيلي أو أمريكي في ذات الوقت، واليوم تشهد هذه الجماعات الضربات واحدة تلو الأخرى. أنا لا أعتقد أن هذه السياسة تتغير في طهران. طهران تستغل الحوثيين واللبنانيين والفلسطينيين إلى آخر قطرة من دمائهم، ولكن الآن الوضع في هناك يعني معادلات جدا مهمة. الآن نتنياهو يأتي ويضرب ومستعد للمواجهة مع طهران ومع النظام الإيراني، ولذلك هم يتخوفون من هذه المواجهة، كل محاولاتهم من أجل التملص من هذه المواجهة مع إسرائيل، ولكن الآن الظروف الدولية وخاصة الظروف في الولايات المتحدة وعشية الانتخابات الرئاسية تسمح لنتنياهو بأن يتخذ هذه السياسات المتشددة والهجومية ضد النظام الإيراني وضد أعوانه. ولذلك أنا لا أعتقد أنهم سيغيرون من استغلال الوكلاء في المنطقة، ولكن سيتراجعون أمام أي حركة يقوم بها نتنياهو، ولذلك لا نرى هناك رد حقيقي من الجانب الإيراني.